المبيعات حتى هذه المناطق الحرة اللي هي بدون ضرائب بتكون أحسن لمصر، لسبب أن هي يعني ما تكون تحت النظام الذي موجود، أو قصدي القوانين الموجودة داخل البلد. فهذه عندهم حرية كاملة في المناطق الحرة. الشيء اللي أنا أشوفه في مصر أن هي بيئة جاذبة للاستثمار. زمان هنا كنا حطينا تقريبا ثقلنا في السياحة، هذه جيد ما نقدر نقول غلط، ولكن بعد كذلك لازم يكون استثماراتنا الآن في الخدمات، استثماراتنا في المصانع، مصانع مثل ما لازم بعد تكون المصانع الكبيرة، مصانع المتوسطة، لأن المتوسطة هنا مثل تقول أي ألقيناها في فترة من الفترات، اعتمدنا كلها على المشاريع الضخمة، هذه جيدة، ولكن بعد المشاريع الضخمة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ولكن المستثمر لو جبته في مشاريع متوسطة وعطيت البيئة وعطيت البنية التحتية لا سوف تنجح. لا تنسى أن مصر كذلك تعداد سكانها يعني عدد كبير.